في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. دخول قافلة مساعدة إنسانية مكونة من 18 شاحنة عبر خطوط التماس مع النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي وفق فريق منسق الاستجابة. الجيش الوطني يستهدف بقذائف المدفعية مواقع للقصد على قرية الفاطسة ومحيط قرية الإمفور قرب ناحية عين عيسى شمال الرقة. الفصائل العسكرية تعلن شن عملية مباغتة على مواقع مشتركة لقوات النظام وقصد على محور تل الجيجان شرق حلب ووقوع قتلى وجرحى. دار مزادة الدروء الفرنسية تكشف عن أثاث أحد قصور رفعة الأسد عم رئيس النظام والمقرر طرحها للبيع خلال شهر كانون الثاني الحالي، حيث أكثر من 500 تحفة فنية وقطعة أثرية. إصابة 3 مدنيين بجروح، رجل وزوجته وطفل في حادث سير بانزلاق دراجة نارية في بلدة عز مارين في ريف إدلب يوم أمس السبت. مجهولون يقومون بسرقة كافة التجهيزات الحاسوبية للجامعة الافتراضية السورية في محافظة السويداء، مما أدى لخروج المركز عن الخدمة حتى إشعار آخر وتوقف الامتحانات لهذه الدورة.